ومن جانب آخر تستعد هيئة فنون الطهي لإطلاق أول مبادرة من نوعها على المستوى العالمي تختص بتوثيق التراث الغذائي وأساليبه وعاداته تحت مسمى أطلس الغذاء الدولي، حيث تشمل عادات الغذاء حول العالم. وقد عرضت الهيئة تجربة السعودية في توثيق فنون الطهي والحفاظ على انتقالها المستدام بين الأجيال من خلال ورشة العمل التي عقدتها منظمة اليونسكو. من جانب آخر اختتمت الهيئة ليالي المأدبة، حيث لقاء الثقافات المتنوعة والنكهات تحت سقف واحد في تجربة لا تنسى. Really, truly honored to be in Saudi Arabia for the Hidden Table. It's great to be in a country with such a lovely culture and food. It's so rich. Really overwhelmed with all the lovely products. It's just wonderful. Glad to cooperate with Chef Abdulrahman to really compose a menu what fuses the two cultures together. A big thank you to all who came to our lovely event. احنا في المأدبة او The Hidden Table. تجربتي في الايفنت هذا كانت بصراحة extraordinary. Got lucky ان انا I work يعني الشيف اللي معايا ستار، ويعني انسان الواحد يتعلم منه مرة كثير. سوينا collaborations في dishes. احب اشكركم، اشوفكم باذن الله في ايفنتس ثانية اكبر.